مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج عمق الحدث، ودعونا بداية نبدأ من محاور حلقتنا لهذا اليوم. النائب عن تحالف الفتح أو عن تحالف عن تيار الحكمة علي البديري يكشف عن توجه جديد لعادل عبد المهدي في اختيار كابينته الوزارية، ومجلة الفورن بوليسي الأمريكية تأتي بمقال خطير يتهم الحشد الشعبي بالتعاون مع داعش، والنائب عن تحالف الفتح مهدي تقي أمرلي أكد أن قضية إخراج القوات الأمريكية من البلاد سيطرح في جلسة البرلمان ما بعد المقبلة. إذن سأناقش هذه المواضيع المهمة جدا اليوم في العراق مع ضيفي عبر الهاتف السيد قحطان السعيدي عضو ائتلاف الوطنية، فأهلا وسهلا بك. سيد قحطان، هل تسمعني؟ سيد قحطان، الصوت حقيقة يعني لحد الآن ما واصلني حقيقة للسيد قحطان، أتمنى أن يتم حل هذا الخلل. يعني حقيقة اليوم هنالك نظرة مهمة جدا بالنسبة للمواطن العراقي حول وجود القوات الأمريكية بالنسبة للعراق. يعني البرلمان العراقي اليوم هنالك توجهات لإرغام القوات الأمريكية على الخروج، وهنالك حتى كلام بأنه لازم تطلع القوات الأمريكية، وهذا الأمر سيناقش في البرلمان بحسب ما قال النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي أمرلي. يعني هذا الموضوع موضوع البعض ينتقده، البعض طبعا يقف معه وحسب الوضعية. إذن السيد قحطان السعيدي عضو ائتلاف الوطنية معنا عبر الهاتف الآن، أهلا وسهلا بك، هل تسمعني؟ بعدنا، اذا يبدو احنا بعدنا بالاتصال لحد الان. سيد قحطان، هل تسمعني؟ طيب، اذا يعني خلينا نستمر الى ان يرجع لنا سيد قحطان. اذا هذا موضوع يعني خطير جدا حقيقه، والبرلمان العراقي يتوجه الى اخراج القوات الامريكيه، لكن بحسب التصويتات احنا قمنا بها من خلال هذا البرنامج تبين بانه المواطن، وعلى الاقل بالنسبه لهذا التصويت، هو يعتقد بانه الوضع الامني راح يكون جدا سيء اذا طلعت القوات الامريكيه لعده اسباب، انفلات السلاح، ميليشيات، او يجوز للقوات الامريكيه والامريكان تكون لهم النيه لزعزعه المنطقه، سيطره ايرانيه، الصراع الامريكي الايراني، كل هذا راح ينعكس بشكل سلبي جدا، بالتالي عقد الامور بالنسبه للحكومه العراقيه القادمه. فالسؤال هنا الاكبر انه شلون البرلمانيين، شلون النواب دي يجمعون هذه التواقيع ودي يريدون يرغمون القوات الامريكيه على الخروج، وبحسب السيد مهدي تقي امرلي دي يقول بانه في حاله امريكا رفضت الخروج بعد التواقيع مات النواب راح يتوجهون الى الامم المتحده. فلذلك يعني هذا الموضوع يعني شكوى الى الامم المتحده واخراج القوات الامريكيه. طيب، والاتفاقيه الامنيه بين العراق وبين امريكا، يعني بصراحه هذه يعني امور معلقه جدا، ويعني لحد الان ما لها اي اجابه. اذا السيد قحطان السعيدي عضو ائتلاف الوطنيه من بغداد، اتمنى الان الامور اوكي وياك، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. ممتاز، أهلا وسهلا بك سيد قحطان. اليوم حقيقة يعني إحنا دائما متعودين نضع تصويت في حلقة كل برنامج، أتمنى من الزميل المخرج أن يظهر لنا السؤال والنتيجة التصويت اللي ظهرت عليه. التصويت كان السؤال حقيقة، هل المضي بإخراج أمريكا سيصب في مصلحة أمن العراق؟ نعم أو لا؟ أتمنى أن تظهر النتيجة الآن. نعم حقيقة، اللي صوتوا بنعم جتي بنسبة 24%، واللي صوتوا بلا ب 76%. يعني باختصار المواطن العراقي اليوم شايف بأن خروج القوات الأمريكية من العراق سيؤدي إلى زعزعة وبلبلة كبيرة، والنائب مهدي تقي أمرلي مثل ما ذكرت في بداية البرنامج بأنه قال حقيقة إحنا الجلسة بعد المقبلة في البرلمان راح نشتغل على إخراج القوات الأمريكية وتجميع تواقيع قبلها كان، وبالتالي إذا أمريكا ما قبلت إحنا راح نتوجه إلى الأمم المتحدة، وهذه التصريحات اللي موجودة اليوم وده تتصاعد حقيقة. بالتالي البعض يقول والله اليوم النواب ما يعرفون شعبهم زين، كيف ترد؟ مساء الخير عليك وعلى جمهورك الكريم. حياك الله. هنالك مشكلة يعني بالعراق، الطبقة السياسية بالعراق من 2003 ولحد الآن ما تعلمت أسلوب المصالح العليا للبلد، ما تعلمت الأتيكيت السياسي، ما تعلمت الدبلوماسية الحياتية بالعمل السياسي. فلذلك
الأحزاب الإسلام السياسي أفرزت طبقة سياسية هجينة، هجينة في وطنيتها، هجينة. طبعا ما أقصد الكل في هالموضوع هذا، ولكن يعني عامة نتاج الأحزاب الإسلام السياسي سواء السنية أو الشيعي. وبالتالي ما أخذنا عبرة من الشعوب، ما أخذنا عبرة من العلاقات الدولية، ما أخذنا عبرة ما يعني بالوضع السياسي العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية. ما كل هاي الأمور ما يعاها ما يسمى بالسياسة العراقي اللي هو أنتجته العملية الانتخابية الهجينة، واللي أنتجته عمليات التزوير، واللي أنتجته عمليات شراء الثمن في الموضوع. فبالتالي احنا امام مشهد هجين لا يمت للامن القومي العراقي بشيء، لا يمت للمصالح العليا بشيء. العقيده العسكريه سلبت يعني في كل بلدان العالم، هنالك خطوط حمراء للعقيده العسكريه. طيب. للامن القومي للبلد، يعني لو تسال الجندي الروسي في ابسط كتيبه روسيه تقول له شنو الامن القومي لروسيا، يقول لك القرم، ويقول لك الدرع الصاروخي، يقول لك الوضع في اوكرانيا، يعني متفهم لمصالح بلده العليا في هالموضوع هذا. او تسال في يعني الجندي الامريكي يجاوبك، او الجندي البريطاني يجاوبك عن العقيده العسكريه وعن سمات. ولكن العقيده العسكريه اصبحت مشوهه منذ ما وجد الجيش الرديف على انه شبيه بالحرس الثوري الايراني في العراق، وبالتالي صفقت الاطراف السياسيه السنيه والشيعيه لهالموضوع هذا. طيب. ونتج ما نتج عن انتشار الهيبه العسكريه العراقيه. بس استاذ قحطان عفوا، يعني احنا اليوم يعني البرلمانيين، النواب البرلمانيين عندهم فد نظره يعني هي معاكسه قد تكون للمواطنين، على الاقل اللي اليوم صوتوا عندنا، دي يشوفون بانه الوجود الامريكي هو سبب كل المشاكل، هو اللي يخلي ايران تجي تدخل، وده يخلي تركيا تجي تتدخل وتاخذ اعذار حسب التحالف الدولي، وده تعطي اعذار للتدخلات، وامريكا هي اللي خلقت المشاكل من 2003 الى حد الان اكثر من اي دوله ثانيه، بالتالي اخراجها هي بدايه لاخراج القوات التركيه، ويعني حصر السلاح، ويعني حتى يعني متاجرة السلاح الأمريكي معروفة في المنطقة بشكل عام، يعني إذا كانت في سوريا أو إذا كانت في العراق، ويعني الأزمات تستفاد منها أمريكا. فبالتالي النواب هيك شايفين هذه هي بداية لنجاح قادم، ولا بد للعراق أن يستعيد سيادته، العراق بوجود الأمريكان وغيره بدون سيادة. أخي العزيز، يعني الواقعية السياسية مطلوبة في حياة الشعوب. يعني اولا يعني ما اريد ان اعتبر يعني الامريكان هم ملائكه على الارض، نعم، ولكن شيطنه الولايات المتحده الامريكيه بالطريقه الايرانيه، كلا امريكا، هذا شيء اعتقد لا يمت الى المصالح العليا الوطنيه العراقيه. وكثير من الشعوب لها داله في هالموضوع، اليابان، المانيا، اكو وجود لقواعد، اكو وجود لمصالح عسكريه، يعني الشرق الأوسط لا يمكن أن ما تكون قواعد عسكرية. القواعد العسكرية إذا ما بقت بالعراق تبقى بالسعودية، وتبقى في قطر اللي 24 ساعة الجزيرة تصدح فيها الموضوع هذا، ونص أرض قطر هي موضوع يعني قاعدة السيلية الأمريكية موجود وموجود بالسعودية، وموجود في الأردن، وموجود حتى في الكويت الصديقة الحميمة للتحالف الشيعي، نص الأراضي الكويتية أو ثلث الأراضي الكويتية هي القواعد الأمريكية. نبقى نكذب على نفسنا بما تريده مصلحة طهران، ويتبج الكل تصدح سنة وشيعة، أقصد الطبقة السياسية تهوس لها الموضوع هذا من أجل ضد الأمريكان، ضد الموضوع هذا. أخي خل أحكي لك في الموضوع. هذا رجل يعني الجوانب العسكرية من أولويات اهتمامي قراءتها. في كل جيوش العالم إذا ماكو غطاء جوي للجندي عند ما يتقدم لا يمكن أن يحقق نجاح على الأرض. وبالتالي موضوع داعش لولا طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ما راح نحرر ولا شبر موجود في الموضوع هذا. معقولة؟ أنا ما أنكر أنه دماءنا العراقية سالت وجنودنا الأشاوس الأطفال. يعني الفضل للتحالف الدولي وللقوات الأمريكية في ذلك، على هذا الأساس لازم نقبل بهم، هل هذا قصدك؟ ابدا انا مو مهم، بس منطقه استاذ الفاضل، منطقه متارجحه في يعني منطقه مهتزه. يعني ايران يوم 5 من الشهر القادم راح تنفرض عليها عقوبات اخرى بالموضوع. ايران متدخله في سوريا، متدخله في بيروت، ايران تريد
تقيم الصراع مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع, الـ مع إسرائيل على الأراضي العراقية والسورية واللبنانية. طيب. إيران تريد تحتل باب المندب من خلال تدخلها باليمن بواسطة الحوثيين. أخي منطقة مهتزة. أما مسألة أنه يعني صبيان السياسة عاد ما يتصرفون بهالشكل هذا، لا، راح نقتلهم. أنتم أوفوا عهدكم في الموضوع. طيب السيد مهدي، أنتم إذا صدقتوا نفسكم أنتم ممثلي الشعب من انتخابات ما شرعنت إلا 10% أو جميل إلى 19% مثل ما قالت الأمم المتحدة. جميل أستاذ قحطان، لكن أكو فد موضوع يعني سيد مهدي تقي أمرلي يعني حجب موضوع مهم أيضا في سياق هذه التفاصيل. قال بأنه لما حيصدر من مجلس النواب هذا القرار بإخراج القوات الأمريكية راح يكون بالاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي. يعني فالموضوع أنه يعني معقولة إحنا كنا متوقعين مثلا السيد عادل عبد المهدي يعني هو رجل يعني متزن ورجل راح يوازن بين العلاقات، حتى يعني الدكتور حيدر العبادي قبله كان يعني على هذا الأساس ماشيين بالنسبة للعراق. معقولة حيصير بالاتفاق؟ يعني معقولة ممكن تتطور الأمور إلى هذه الدرجة؟ لا، أنا القراءة أقرأها بشكل آخر. طيب. يعني كثير من بقايا المجلس الأعلى القدماء والأصدقاء القدماء بعادل عبد الدكتور عادل عبد المهدي يصرحون عنه من حيث أن لا يدري الرجل، أو من حيث أنه يفرضون بصماتهم في عمليات التصريح في الموضوع هذا. ما أعتقد، أنا ضمن اعتقادي الشخصي، أنا أتحدث أما الوقع على الأرض لحد ما سمعت من عادل عبد المهدي يفرض الأمريكان عملية القبول. عادل عبد المهدي بالفترة القادمة يعني ما بعد نائب رئيس جمهورية وما بعد الحادثة اللي مفبركة صارت من قبل الحماية الخاصة به، والحماية الخاصة كانت ببصمات إيرانية أوقعوا بين الرجل وكسروه انكسار اجتماعي. والآن رجعت لإيران بقبولها بتسنم عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء على مضض، لأن ماكو شخصية شيعية كانت مهيئة لاحتلال هذا الموضوع بتوافق يعني أو تخادم المصالح مع الأمريكان بهالموضوع هذا. فما أعتقد أنه عادل عبد المهدي أن يخطو هالخطوة هاي، ولكن التصريحات اللي قد تحدث من مكتبه أو من هنا أو من هناك هي تصريحات للذيول الإيرانية تعتبر المصالح الإيرانية فوق كل الاعتبارات على الساحة العراقية. طيب. وبالتالي إيران في عنق الزجاجة، وأعتقد أنه القادم راح تكون حرب إعلامية شرسة في هالموضوع هذا. ولا الأمريكان راح يطلعون، ولا البرلمان العراقي راح يصوت في هالموضوع هذا، ولكن كل ما نعرف اذكروا محاسني عند الـ عند الـ عند الـ عند الولي الامير. طيب. وبالتالي انه اي عضو برلمان يريد يتقرب الى الساحه الايرانيه، يريد يتقرب الى طهران، يصرح بهالتصريحات هاي الاعلاميه من اجل ارضاء لولي الامر اللي سمح له يطال فرصه ان يبعد بالبرلمان او فاز بهالامتيازات هذه. اما المصالح العليا العراقيه ما اعتقد. طيب. انه النخبة ما أقدر أقول النخبة، الطبقة السياسية اللي أفرزتها أحزاب الإسلام السياسي غير مؤهلة لحماية مصالح العراق العليا. طيب. أما لكن الذهاب إلى الأمم المتحدة زين. الكثير ما يعون جوانب القانون الدولي للموضوع هذا. طيب. العراق عندما أخرج من البند السابع يعني بقت كثير من القرارات المتعلقة تخضع إلى البند السادس في الموضوع وماكو مراجعة، لذلك أنه السياسة الخارجية العراقية غير مقروءة وبالتالي مبنية على ردات الفعل ما بين وزير الخارجية وما بين المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي والعربي. طيب، لكن يعني خلينا نكون صريحين، ما فاهمين أنه شنو شرعنة الأمم المتحدة وشنو شنو المفروض على العراق أن يطبق ما بعد البند السابع. يعني في البند السابع أعطى فقط عمليات انه الاستيراد والتصدير والسيطره الماليه تكون بيد الحكومه العراقيه. طيب استاذ قحطان، بس اكو موضوع مهم جدا، يعني احنا جبنا السيد عادل عبد المهدي وهو الرجل الان دا يتعرض لهذا الكلام وراح يظل يتعرض الى ان يشكل كابينته. يعني لحد الان احنا الكابينه ما اكتملت والاعلام يتكلم باستمرار حقيقه والتصريحات لذلك لازم نحكي بها. يعني فلذلك يعني اليوم يعني البعض دا يشوف بانه ميل السيد عادل عبد المهدي هو ديميل كثيرا الى السيد مقتدى الصدر ورؤاه في المنطقه، وبانه الحكومه تقنوقراط وما اختلف وياه بالكثير من الامور، بالتالي البعض شاف بانه هذا الامر دا يستفز الكثير من القوى الموجوده، اذا كانت سنيه واذا كانت شيعيه واذا كانت كرديه.
بأنه وكأنه الرجل مرشح للسيد مقتدى الصدر، بالتالي يعني هذا حيزيد من الضغط من قبل هذه القوى والكتل على عادل عبد المهدي، يعني مما يزيد احتمالات الفشل لا سامح الله، واللي ما حد يتمناها اليوم، احنا ما نتمنى فشل لأي أحد، لكن هذه هي التوقعات اللي موجودة خاصة في ظل الكلام وقصة تواجد الأمريكي وإخراجه، كل هذه ضغوط وعوامل لن تلعب في مصلحة السيد عادل عبد المهدي، هل تتفق مع ذلك؟ عزيزي، الموضوع الكتل البرلمانية العراقية إذا صرحوا بعض شخوصها في موضوع إخراج القوات الأمريكية أو في أمور أخرى، الكل مثل التلاميذ قاعدين على المصطبة، قاعدين على الرحلات. يعني شو وقت ما يجي مراقب الصف يقول لهم قيام جلوس الموضوع شغله. رؤساء الكتل غالبية منعتهم، غالبية النواب يتصرفون مع كتلهم بهالطريقة هذه. فأعتقد أنه هي هاي موضوع إعلامي يراد له تمرير فتح حالة معينة من أجل الضغط على الدكتور عادل عبد المهدي لفرض جوانب سلطوية من أجل الاستحواذ على بعض الوزارات. الآن القتال على بعض الوزارات اللي هي البقرات الحلوب في عمليات سرقة المال العام من قبل سلطة الأحزاب. فالآن عملية الضغط على الدكتور عادل عبد المهدي، لو تنطينا وزارات يعني لو احنا باكر عقبا نحوس على الامريكان وندخل للبرلمان الموضوع. وهي المسألة معروفة في كل واقعة. رحمة الله على الدكتور احمد الجلبي، يوما ما اصطدم في موضوع مالي في بغداد، راح الى البصرة قال انا رئاسة الوزراء والحكومة العراقية من عندي انا اودي تموين واودي حصص تموينية واودي مساعدات الى شيعه البحرين بالموضوع. فمتعودين على السياسه العراقيين، يعني في كل مطاف يخرجونهم في موضوع معين من اجل الضغط على حاله معينه لحتى يحصلون على عمليه، يعني عمليه تقاسم مغانم السلطه في بغداد. هذا موضوع ممتاز تعودنا عليه. ممتاز. إذن كان معي عبر الهاتف عضو ائتلاف الوطنيه السيد قحطان السعيدي، شكرا جزيلا لك. والآن ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي السيد أحمد السراي، أهلا وسهلا بك. بداية يعني خليني يعني أسألك على السيد عادل عبد المهدي. اليوم أكو ضغط عليه، أكو طلبات من الكتل السياسية وهذا الكلام موجود، وفي حالة أنه حاول أن يستجيب لهم وهذه نظرة موجودة وأريد إجابتك عليها، أنه يعني اعتبروا البعض بأنه سيكون انتحار سياسي بالنسبة للسيد عادل عبد المهدي، بالتالي البعض رجح بأنه يجب أن يعتمد على القوى الخارجية اللي موجودة من أجل الوصول إلى نظرته والضغط على الفساد، الضغط على الكتل السياسية اللي عندها رغبات هنا وهناك والمضي بهذا الشكل حتى يتصلح وضع العراق، وإلا فإن النظام يعني فيه مشكلة كبيرة جدا وهو وحده أو كابينته لن يستطيعوا من تغيير النظام الداخلي. هذه النظرة موجودة، كيف ترد عليها؟ في البدء أشكرك لهذه الاستضافة وأحييك وأحيي جمهور قناة التغيير. حياك الله. ما يجري اليوم في المشهد السياسي العراقي من تخبط ومن إرباك مرد أنا باعتقادي إلى الصراع الإقليمي الشديد ما بين إيران والولايات المتحدة. كل التوقعات كانت تشير بعد إعلان السيد العبادي الانتصار على داعش ومنع تقسيم العراق وربما مشروع بايدن أو استفتاء الإقليم، فالكل كان يتصور أن الولاية الثانية ومنت إلى السيد العبادي. لكن التدخل والصراع ما بين إيران وما بين أمريكا في المشهد السياسي العراقي جعلت من حظوظ الرجل شبه معدومة، والدليل أن لم تتوافق عليه الكتل السياسية وجيء بالسيد عادل عبد المهدي حقيقة، وكانت صدمة يعني مفاجئة للجميع، لأن إذا وضعنا السيد عادل عبد المهدي على مشرط القياس ما تريده المرجعية وما يريده الشعب العراقي، رجل حازم، رجل قوي، يحارب الفساد، غير مجرب، فكل هذه الشروط حقيقة ضربت عرض الحائط، وجاء برجل جرب يوما ما في وزارة المالية، وزارة النفط، نائب رئيس الجمهورية، وكذلك هناك مواقف كثيرة تسجل على السيد عادل عبد المهدي، لعل أولاها قضية رفع حصة الإقليم من 10 إلى 17%، كذلك الشرعنة التي حصلت لنفط الإقليم بعد أن كان كل برميل يخرج دون علم وموافقة المركز هو نفط مهرب، شرعنا لهذه القضية وأصبح اليوم النفط يباع في كل دول العالم
بحجة أن هناك اتفاق ما بين بغداد والإقليم. فهذا هذه الخلفية للرجل حينما يأتي ويسلم ويكلف بتشكيل الحكومة دليل على أن القضية هي ليست قضية ديمقراطية ولا قضية رأي الشعب ولا قضية رأي المركزية، ولكن هناك صراع على تشكيل الحكومة. طيب استاذ احمد، عفوا يعني تحاول عفوا يعني احنا كنا اليوم حقيقة كعراقيين ندور على رجل اقتصادي، تعبنا من العسكرة وتعبنا من السياسة الفاشلة، والسيد عادل عبد المهدي اجتمعت به هواية مزايا. اولا الخبرة السياسية موجودة عنده، يعني كان وزير للنفط حتى وان كانت عندك ملاحظة عليه، كان الرجل يعني نائب في رئاسة الجمهورية، وايضا هو يعني الرجل اقتصادي يعني وايضا مستقل، وهذه يعني هذه العوامل كلها ما اجتمعت بواحد مثل السيد عادل عبد المهدي في ظل الظروف الحاليه، في ظل الضغط، في ظل التحزب والطائفيه والمحاصصه. فهو رجل المرحله يا اخي، يعني حتى وان كانت اكو ملاحظات اليوم الكل عليهم ملاحظات، حتى ترامب لما صار رئيس الولايات المتحده الامريكيه عليه الف ملاحظه، يعني معقول احنا اخذنا ملاحظه ملاحظتين عليه حسبناها عليه للرجل؟ القضيه رجل الاقتصاد هذه أنا أؤيدك في نصف ما قلته، طيب. لكن النصف الآخر الوضع السياسي والوضع الاقتصادي للبلد، ما حصل بعد 2003 هو انقلاب على الوضعية العراقية. كنا يعني كبار السن، اليوم أي شخصية كبيرة عاصرت فترة النظام السابق أو الأنظمة السابقة وما بين 2003 كان القطاع الخاص هو المحور الأساسي لاقتصاد البلد، طيب. سواء كان الزراعي، الصناعي، الاستثمار، وكان على العكس كانت رواتب الدولة أو الموظف لا يستلم إلا القليل، بحيث أن موظفين العراق في فترة النظام السابق لا يتجاوزون 300 ألف بسبب قلة الرواتب، جعلت من المواطن العراقي، من الشاب العراقي لا يلتفت إلى رواتب الدولة ويذهب إلى القطاع الخاص. فكنت تجد البساتين عامرة والمصانع عامرة، لا يوجد حتى نفايات في البلد، كل شيء كان بثمن. حتى وأقول لك بالمفردة العراقية، حتى الخبز اليابس كان المواطن العراقي يستفيد منه. فتجد العراق عبارة عن خلية نحل. بعد 2003 الكارثة الكبرى والطامة الكبرى هي بالقفزة الكبيرة للرواتب من 3000 إلى 700 ألف. هنا من هنا تبدأ البداية لتصحيح الخطأ الكبير والفادح في الدولة العراقية. هذه الزيادة الغير مدروسة جعلت من الكثير لا يفكرون بالقطاع الخاص بل يلتجئون إلى الوظيفة، فأصبح اليوم أكثر من 4 أو 5 ملايين موظف، والاقتصاد العراقي يعتمد على تصدير النفط بعد أن ضرب القطاع الخاص والزراعة والصناعة. إذن اليوم عادل عبد المهدي حينما يأتي إلى هذا الواقع، الواقع المزري، بلد يعتمد على النفط، وحتى التعيينات اليوم شبه معدومه، لان اين توظف، يعني اين توظف الخريجين، وكل شيء اليوم محسوب ومعد، رواتب السياسيين، رواتب رفحة النواب السابقين، نصف ميزانيه وايرادات البلد تذهب رواتب. اذا القضيه قضيه خطيره، ليس بامكان عادل بس هو منتقد او اي شخص، بس هو منتقد السيد عادل عبد المهدي منتقد للوضع هذا تماما، وهو يتكلم مثلك تماما، وحتى قبل ما يجي ما كان ناوي إنه يكون رئيس للوزراء حقيقة، لكن صار على أساس الدعم وعلى أساس فكرة معينة. عنده رجل فكر يختلف عن الآخرين، يعني ما قاعد يحكي فقط بموضوع إنه إحنا والله راح نحارب داعش والإرهاب وكذا وكذا وينفخ بالقضية، لا. اليوم الرجل جاي يريد يعمل، رجل عنده فكر معين يريد يطبقه. اليوم حتى فاينانشال تايمز تحدثت بأن جنرال إلكتريك اللي هي الشركة الأمريكية راح تدخل الآن بالقطاع الكهربائي بدلا من سيمنز، وأكو منافسة بين الشركات الأجنبية اليوم للدخول الى العراق والعمل. يعني هذه بدايه، هذه بوابه. ما تعتقد احنا هاي 15 سنه دمار الرجل ده يواجهها ومطالبه بسنه واحده يسوي كل شيء، يعني مهمه صعبه جدا، لكن الرجل عنده نظره والامور ده تسير على ما يبدو بالطريق الصحيح. احسنت، طرح راقي وانا اؤيدك في كل ما قلت، ولكن الوضع العراقي اليوم يا اخي العزيز هناك بعد خارجي لما يحصل في العراق. يعني اليوم حينما يتحول العراق إلى سوق لتصريف البضاعة وسوق نشطة، يعني كل أموال النفط اليوم تذهب لشراء البضاعة، نعم. الخضروات والأجبان والسيارات وكل شيء، حتى أدوات المكياج لا يوجد صنع في العراق. فإذا لا تسمح هذه الدول بأن يعود العراق من جديد ويقف الاقتصاد العراقي ويعود منتج صنع في العراق، لأن هذا يؤثر على اقتصاديات الدول. يعني كان استيراد العراق في
أيام النظام السابق يعني ربما فقط الأساسيات من دواء ومن أجهزة إلكترونية متطورة والباقي كله منتج محلي، حتى الخضروات أكثر من 80%، لكن اليوم كل شيء مستورد. فإذا القضية أنه هناك بعد آخر لا يسمح بأن يقف العراق من جديد، هذا يتطلب ثورة شعبية وتكاتف من قبل الأحزاب أيضا النافذة والمشكلة للحكومات بأن تقف وتدعم الرجل، بأن يكون القرار قرار عراقي والسيادة سيادة عراقية. أيضا اليوم هناك مشكلة كبيرة تواجه الدولة العراقية بعد 2003 أنه هناك دولة عميقة تتحكم وتتصرف خارج سيطرة رئيس الوزراء، إضافة إلى وجود الإقليم. الإقليم يتمتع بمنافذ حدودية، بجمارك خاصة، بمطارات خاصة، هذا يتناقض مع سيطرة الدولة على المنافذ وعلى سيولة العملة وخروج البنوك. فإذا القضية خطيرة. بس اليوم الرجل أستاذ أحمد، يعني اليوم الرجل سيد عادل عبد المهدي، اليوم أكو كلام عنه بأنه استراتيجيته القادمة هي اللامركزية، يريد يشتغل على هالأساس من أجل تحديد المهام، كل محافظة بمحافظتها، كل قسم بقسمه، وبالتالي الكل مسؤول عن عمله ويحاسب المسؤول باللامركزية، وهذا أمر معروف. ما تعتقد هيك استراتيجيات تستخدم؟ يعني حتى كلام بأنه راح يعين كل وزير من كل محافظة عراقية، كل وزير من كل محافظة، بالتالي يعني حيكون عنده في كابينته من كل المحافظات العراقية يكونون موجود دائر مدائرة، وبالتالي يعرف بالضبط إيش دي يصير بالمحافظات العراقية. هذه النظرة الجديدة اللي هي جايبها سيد علي، ما تعتقد يعني هذه فعلا هو هذا الشيء اليوم اللي احنا محتاجينه على الأقل كخطوة أولى؟ من خلال قناتكم لو طبقت اللامركزية فاقرأ على العراق السلام. أها رب طيب تفضل. أقسم بهذا، أقسم بكل المقدسات، ما جرى بالبصرة خير دليل على أن المركزية اللامركزية هي تسلط الأحزاب النافذة على مقدرات المحافظات، ويضيع كما يقال يضيع دم الناس بين المركز واللا مركز، وتبدأ التهم بأن بغداد مقصرة وبغداد تقول المحافظ مقصر. أنا أقول لا، تكون المركزية لبغداد وأن يكون المحافظ، وأنا أفضل أن يكون المحافظ من خارج المحافظة، لأن اليوم غياب القانون وقوة الدولة جعلت من المحافظ اليوم يخضع لتأثيرات العشائر والعلاقات والأحزاب، لا ينفذ اليوم. اليوم حينما يذهب على محاسبة متجاوز على المال العام، فقطعا هناك حزب، هناك عشيرة تمنع المحافظ وتتراكم المشاكل في كل محافظات العراق، بينما المركزية والأمر إذا جاء من بغداد والمحافظ إذا كان من خارج المحافظة فملزم بالتنفيذ، حين ذاك من الممكن أن تنجح الدولة في مهامها. أما اللامركزية فهذه خدعة روجت لها الأحزاب حتى تسيطر على مقدرات العراق. صدقني إذا وقع السيد عادل عبد المهدي بهذا الفخ فأنا أقول هناك فشل ذريع ولن تتمتع المحافظات بخيراتها. طيب. على الأقل اليوم نموذج مدينة البصرة ممتاز. واضح. ممتاز، وضحت الفكرة. إذن كان معنا عبر الهاتف المحلل السياسي السيد أحمد السراي، شكرا جزيلا لك. إذن ينضم إلينا أيضا الآن المحلل السياسي السيد قاسم الجبوري عبر الهاتف، أهلا وسهلا بك. الآن يعني كنا نحكي حقيقة بأنه السيد عادل عبد المهدي هنالك أنباء تتحدث بأنه الرجل يؤمن باللامركزية، والسيد أحمد السراي الآن قبلك بقليل قال إذا إحنا ماشيين باللامركزية فخل نقرأ السلام على العراق، وهذا هو بالضبط اللي رايديه، وراح يفشل العراق فشل ذريع إذا كانت اللامركزية وهو مع المركزية. هل تتفق معه بهذا الرأي؟ مرحبا أستاذ الكريم، يشرف بك وبقناتكم الموقرة. حياك الله. مسألة المركزية واللامركزية تعتمد على نضوج عقود المسؤولين وحتى نضوج الشعب. اللامركزية تعتمد عند الشعوب ذات الحكومات الناضجة حتى تكون لها مرونة في اتخاذ القرار الداخلي داخل مجلس المحافظة بما يخدم المحافظة دون تأثيرات المركز. المشكلة أنا أؤيد كلام أستاذ أحمد، أصبحت اللامركزية تتخذها الأحزاب عبارة عن تجارة واتفاقيات مبطنة من أجل الاستحواذ على مقدرات المحافظة، المقدرات المالية، وبالتالي تأتي الأموال المخصصة لهذه المحافظة أو تلك تستحوذ عليها الأحزاب والكيانات الموجودين داخل مجلس المحافظة دون أن يكون هناك رادع
أو مراقب من المركز. أنا أؤيد في هذه الفترة الحرجة التي يعيشها العراق أن تكون هناك الحكومة المركزية وأن تبتعد عن اللامركزية وأن تراقب كل دينار يذهب إلى المحافظات لخدمة المشاريع الخدمية والصحية. الآن معظم المحافظات تعيش في حالة من البؤس ومن اليأس، بدون خدمات، بدون مال، بدون ماء، بدون كهرباء، بدون صحة، بدون بيئة صحية. وعندما تسأل أين ميزانية المحافظات، قد وزعت ما بين الأحزاب ضمن قانون اللامركزية. أنا أؤيد حقيقة أستاذ أحمد. بالنسبة للأستاذ عادل عبد المهدي، طيب أنا أعتقد إذا اتخذ قرار اللامركزية في مجالس المحافظات يعني أنصحه أن يشكل لجنة على أعلى المستويات بعيدا عن لجنة المفتش العام الذي شابه الفساد الإداري والمادي في الحكومات السابقة. بس أستاذ قاسم، يعني اللجان اللي تشكلت دائما اللي هي عالية ولديها كل الصلاحيات وتستطيع أن تعمل كذا وكذا، كلها فشلت، كلها فشلات. يعني ليش ويا السيد عادل عبد المهدي بالذات تتشكل مثل هذه اللجان تنجح؟ ليش؟ هذه مو لجان، هذه لجان مقاولات. طيب اللجان التي شكلت في الحكومات السابقة على مستوى البرلمان وعلى مستوى مجالس المحافظات إنما هي لجان عبارة عن تبرير مقاولات فيما بينهم. إنما احنا نقول بما أنه سار عادل عبد المهدي لربما حظي بمباركة معظم الأحزاب الجانب المحلي والإقليمي والدولي، بل وحتى مباركة المرجعية، ولربما هو يقول أنه سوف يأتي بجديد. فعند ذلك لما أقول لجان ليس على غرار اللجان السابقة، وإلا فنحن لسنا بحاجة إلى سياسيين يخرجون من الباب ويدخلون على الشعب العراقي من الشباك. طيب يعني اليوم بالكلام عن المركزية ولا مركزية، تدري إحنا بالنظام المركزي شبعنا فساد، يعني حقيقة يعني شبعنا فساد. والآن اللامركزية يعني هي نظرة نوعا ما جديدة، ومثل ما حضرتك تفضلت أعرق الدول وأفضل الدول يعني تستخدم اللامركزية في عملها. وبالتالي يعني تدري إحنا صايرين حقل تجارب في الفترة الحالية، وهنالك نوع من النظام المعين اللي ديسير، والفاسدين يعني مسوي لهم شبكات كبيرة، وبعض الصحف الغربية اعتبرت الفساد بالعراق قد يكون أقوى حتى من الحكومة العراقية للأسف الشديد، يعني إلى هذه الدرجة واصل الفساد عندنا. ما تعتقد تغيير النظام على الأقل، يعني جلب وزراء من كل محافظة، تحديد المهام في كل محافظة كلا مركزية، قد نوعا ما تحد من الفساد الموجود اليوم اللي البعض شكك بأنه ما راح نقدر نسوي له شيء بالفترة القادمة؟ أنا قلت لجنابك إذا استخدم اللامركزية كرئيس حكومة هناك أكثر من أمر يستطيع أن يطبقه. في كل محافظة سيكون هناك ولنقل وزير أو وزيران، يستطيع من خلال مجلس الوزراء طيب يجعل هذا الوزير المراقب الرئيسي على الحكومة المحلية، ويرتبط ارتباط وأصل مرتبط ارتباط تنفيذي مباشر برئيس الحكومة. يعني اللي أريد أن أقول حتى طيب لو أراد أن يطبق اللامركزية، المهم يجعل شخص مراقب يحمله المسؤولية عن كل الأموال التي تأتي إلى حصة المحافظات التي لا تحصل عليها، لا تحصل الجماهير على جزء يسير مما ذكرت بالفساد على كافة المستويات. أنا لست ضد اللامركزية. جميل. أنا أقول نحن ضمن وضع لا يوجد هناك لا نضوج سياسي ولا نضوج أخلاقي ولا نضوج علمي. عند من يستلم زمام الأمور والسلطة في حكومة اللامركزية في مجالس المحافظات. عند ذلك إذا أراد أن يطبق عليه أنصحه أن يشكل لجنة على أقل تقدير يجعل وزيراً هو رئيس لجنة المراقبة على تلك المجال. ممتاز. إذن كان معي عبر الهاتف المحلل السياسي السيد قاسم الجبوري، شكراً جزيلاً لك. والآن ينضم إلينا من بغداد عبر الأقمار الصناعية السيد جاسم محمود المحلل السياسي والباحث في الشأن العراقي، أهلاً وسهلاً بك. حياك الله أخي العزيز. طيب خليني أبدي وياك من كلام الصحف الغربية، يعني مجلة الفورن بوليسي الأمريكية البارحة جابت مقال خطير جدا يتحدث بأنه اليوم أكو تعاون بين الحشد الشعبي وداعش الإرهابي، وداعش انضم إلى الحشد الشعبي الآن من أجل مصالح متبادلة بهذا الشكل. يعني حقيقة السؤال الأكبر الآن، وإحنا ندري الحشد الشعبي هو من ضمن المؤسسة العسكرية
ويعني البرلمان كله صوت للحشد الشعبي، وهذا كلام خطير جدا يطلع من الصحف الغربية مثل مجلة الفورن بوليسي معروفة جدا يعني بالولايات المتحدة الأمريكية. السؤال الأكبر، أين هو رد وزارة الدفاع على الأقل أو وزارة الخارجية من هذا الموضوع الخطير اللي انتشر بكل الإعلام الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم، حياك الله، ولمشاهدي قناتكم الكريمة، وشكرا لهذه الاستضافة. حياك الله، حياك الله. أعتقد أن قضية هذه الصحيفة وما صرحت به هو من الترهات التي قد لا تكون لها تأثير على المسألة العراقية أو الواقع السياسي العراقي. وأعتقد أن قضية أنه وزارة الدفاع ترد أو لا ترد على مثل هذه التخرصات، هذه أعتبرها مسألة لا تستحق حتى الرد. أها. كما وأن الموضوع بعمومه هو عبارة عن رأي لصحيفة غربية ترى أنه من المناسب جدا أن تربط بين داعش وبين الحشد الشعبي، وتعرف أن الحشد الشعبي هو يعتبر جزء من المنظومة العسكرية العراقية، ولكن ما حصل أنه بعض الإخوان نزعوا بزة الحشد العسكري ودخلوا إلى المنظومة السياسية، وكان هناك اختلاطا بين الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة وبين من هم أصبحوا سياسيين في داخل العملية السياسية. وأنا بس أستاذ جاسم اسمح لي، يعني أنت مجلة الفورن بوليسي تدري هي مو مثل المجلات اللي عندنا يطوا 100 دولار مثلا لو 200 دولار والله اكتب عن كذا ويكتب، يعني هي مو هيك، هي حقيقة تقارير تأتي من الأرض، وبالتالي التقارير هذه تعتمد يعني عند CIA وعند FBI وتعتمد على مستوى دولي حقيقة، لذلك هي وصلتنا بهذا الشكل ووصلت إلى الوطن العربي. هي لم تضخم، يعني أكو الكثير من الصحف اللي تكلمت قبلها بهيج مواضيع بأنه داعش سيعود وداعش عاد وداعش عاد إلى المرحلة الأولى وسيعود إلى المنطقة، وعلى غفلة طلعنا هذا التقرير. يعني على الأقل رد حتى من الحشد الشعبي يا أخي، حتى الناس ما تقول هذول صدق وكذب. سيد الكريم، أنا أعتقد أن المال والإعلام هما من الخطورة جدا لقيادة النفوذ في العالم بأجمعه، وبالتالي فإن هناك منظومة يهودية زين تقود هذه الماكنة الكبيرة والضخمة جدا، وبالتالي فإن النيل من الحشد الشعبي، وأنا هنا لست في معرض الدفاع صراحة عن الحشد الشعبي، طيب، لأنه قد أثبت وطنيته ويتأتى ذلك من خلال المرأة في المحافظات الستة وخصوصا في الموصل حينما يكون ظهر أخيها المقاتل في الحشد الشعبي منحنيا لغرض أن تركب الناقلة أو حتى لأن يعبرها النهر بهذا الشكل الملفت للنظر. هذه الواقعة وهذه الصورة أتصور إنها هي الرد الأمثل على مثل هذه التقارير، مع جل احترامي لهذه الصحيفة ولما تمتلكه من رصانة إعلامية، ولكن أعتقد أن دس السم في العسل هي ديدا الكثير من الماكينات الإعلامية الكبيرة، طيب، التي هي تعرف كيف أن تدخل ما تريد بتقارير أو حتى بآراء لكتاب خاصين بهذه المسائل. ممتاز. طيب استاذ جاسم، وانا اعتقد انه الوضع العراقي سيد الكريم تفضل لا يتحمل حاليا بالوقت الحاضر مثل هذا الربط، كون انه لا يوجد هناك اي ربط بين داعش وبين الحشد الشعبي. جميل، فكيف يكون هذا الربط؟ اعتقد انه هذا الربط من الخطورة جدا، لان الحشد الشعبي صراحة هو حاليا من أهم الأعمدة الكبيرة التي تمثل القوات المسلحة العراقية، وهي من قامت بالدور الفاعل والرئيسي. جميل، في تحرير المحافظات. طيب جميل، خليني أسألك حقيقة عن موضوعين اليوم جدا مهمة. الموضوع الأول، يعني بالأمس كان هناك اختراق لمروحيات إيرانية، مروحيات طوارئ إيرانية حقيقة، العراق سمح لها تدخل حتى تساعد الناس المرضى في خلال زيارة الأربعينية حقيقة بالعراق، كان أكو مرضى إيرانيين فنقلتهم هذه الطائرات وسمح لها العراق.
بالتالي يعني اليوم تساءل وزارة الصحة عن هذا الموضوع، ليش مو وزارة الصحة العراقية يا بسوت شيء؟ ليش خلى العراق تدخل هذه المروحيات الإيرانية؟ البعض قال هذا خرق للسيادة العراقية، شلون تخلي طائرات إيرانية تدخل حالة حال الدبابات التركية اللي طبت والطائرات التركية اللي تتحلق بالشمال الآن؟ فهل أنت تعتبرها فعلا هي خرق للسيادة؟ سيدي الكريم، أنا لا أنفي هناك نفوذ للجمهورية الإسلامية في داخل العراق، ولكن أتصور أنه هذه المسألة طبيعية جدا إذا ما كانت بعلم الحكومة العراقية، ولا بأس أن تدخل هذه الطائرات إذا ما كانت لهدف محدد ومعين، على عكس ما فرضت جنابك فيما يخص القوات التركية. طيب، باعتبارها قوات لم تعلم الحكومة العراقية وبالتالي كان وجودها غير شرعي. طيب، وهذه المسألة لا تقاس بتلك التي تتم باتفاق مع الحكومة العراقية. طيب، أسألك سؤال أيضا عن موضوع مهم جدا الآن. خلينا نأخذ هذا الكليب الآن عن حادثة اليوم صارت حقيقة في إحدى المدارس، وأتمنى من الزميل المخرج أن يظهر لنا هذا الكليب وراح نعلق عليه. انت مدرب معلم؟ يقولون وقتي. انت شو شغلتك هنا بالمدرسه؟ خدمي. خدمي؟ اي. جاي تدرس؟ اي. ليش؟ ماكو معلمين. شو يا صف؟ ثاني. ثاني؟ يلا. 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 العراق وطني. انا عراقية. يعني استاذ جاسم، حقيقه انا ما اعرف اذا شفته او ما شفته، لكن باختصار الصوره هي مدرس قاعد يدرس طلاب وسالوه قالوا له انت شنو انت هنا؟ قال لهم ياباني خدمي، يعني فراش حقيقه. فالرجل قاعد هو اللي يدرس لان ماكو معلمات وبنات طبعا اللي يدرسهم. يعني احنا الانحطاط في عمليه التربيه والتعليم وصلت مراحلها، مدارس طينيه، انهيار المدارس، طلعنا من كل القوائم في التربية والتعليم على مستوى العالم، تصنيف العراق ما موجود أصلا اليوم بالتعليم. يعني أسألك سؤال، وزارة التربية والتعليم اليوم من هذا المنظر مثلا اللي انتشر اليوم حقيقة، وقناة التغيير مهتمة في هذا الموضوع كثيرا، يعني هذا بالله فراج دي يدرس بالطلاب، رجل غيرة، صاحب غيرة، وإجا وقام بالواجب قال ما يصير الطلاب ما يتعلمون. شنو دور وزارة التربية والتعليم؟ احنا شو استفادينا من عدها؟ وجودها من عدمها وكأنه، كيف ترد؟ سيدي الكريم، هذه المسألة قد تكون نموذج سيء اختير من بين عدة نماذج كبيرة هي تثبت خلل في بعض المؤسسات الحكومية، ومرض ذلك أيضا إلى الظروف التي يعيشها العراق في الوقت الحاضر والفوضى الإدارية. كما وأنه سيدي الكريم، طيب، المسألة على ما أعتقد هي لا تمثل الصورة الكبيرة والشاملة. طيب، للوضع التربوي في العراق. صحيح أن هناك قصورا واضحا في هذا القطاع التعليمي، وأنا كنت في قبل أيام في ندوة كبيرة. طيب، حضرها بعض الأساتذة في هذا الموضوع. طيب، حول واقع التعليم والتربية في العراق. أتصور أن هناك خللاً كبيراً في هذا القطاع، ولكن هذا الفيديو أو الكليب الذي عرضته هو لا يمثل الحالة الأشمل، أو لا يمثل بالذات يعني واقع التعليم في العراق. كون أن هناك نقصاً موجود في الكوادر التعليمية صحيح في المناطق النائية، ولكن هناك أيضاً نبذات طيبة ومدارس رصينة، والتعليم في العراق يشهد له القاصي والداني. وإذا ما كان في الوقت الحاضر متعثرا بسبب ظروف الإدارة الحكومية المتعثرة، وكذلك عدم توجيه وتوفير الأموال بالشكل اللازم لقطاع التربية والتعليم، كل ذلك أدى بالتالي إلى هذه الصورة التي رأيناها. وبالتالي فإن التعليم في العراق
سيدي الكريم. طيب أنا أعتقد أن هناك كان تقييم للجامعات العالمية، كانت جامعة بغداد في تصنيف 500 جامعة الأولى في العالم. زين. وهذا أيضا يعتبر منجز في الوقت الحاضر بهذه الظروف. وأيضا هناك خطة تعليمية جديدة أتصور في البرنامج الحكومي القادم سيعالج مثل هذه الحالات. زين. كما وأن الخزينة العراقية أصبحت تعيش بالوقت الحاضر انتعاشا وأريحية بسبب ارتفاع البترول، وأن كثيرا أتصور من الأمور وخصوصا فيما يخص قضية الفساد أعتقد أنها ستكون تحت المجهر في هذه الحكومة. ممتاز. كون أن الحكومة قد تخرج من عنق الزجاجة، وبالتالي ستكون أمام رقابة برلمانية شديدة. ولا ننسى اللاعب الأساس في العملية السياسية بالوقت الحاضر. طيب. وهو الحراك المجتمعي الكبير. زين. ومنظمات المجتمع المدني التي بدأت تتنفس الصعداء وتنظم أوراقها. طيب. وبالتالي أصبحت تحاسب وتكشف عن مكامن الخلل الموجود في جميع المؤسسات. ممتاز، وضحت الفكرة. إذن كان معنا من بغداد المحلل السياسي الأستاذ جاسم محمود، شكرا جزيلا لك. حياك الله أخي العزيز. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أنا محدثكم أحمد الأدهم، إلى اللقاء.